يا مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الاعزاء، مساء الورد، مساء الفل، مساء السعاده والتفاؤل، مساء الخير عليكم جميعا في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم هيا وادم. في الحقيقه مشاهدينا الاعزاء النهارده عندنا فقرات كتيره، عندنا فقره للمطبخ، كمان عندنا فقره خاصه بالاسره والعنف ضد المراه، عندنا كمان فقره عن الميك اب استكمالا لمسابقتنا. وطبعا حضراتكم متعودين مني لو تفتكروا التحدي اللي احنا عملناه في اول 2020، والتحدي ده كان ان احنا هنشوف هنقدر نخس ولا لا. انا النهارده خسيت 2 كيلو كمان، يعني كده في اسبوعين خسيت 5 كيلو. انا عارفه ان العد التنازلي ضعيف، بس سامحوني بعمل اللي اقدر عليه، ويا رب انتوا كمان تكونوا بتخسوا معايا. هنبدا مع حضراتكم بفقره الشيف. نحب نرحب بالشيف حازم نسيم. اهلا وسهلا بيك يا شيف. انا بيك فندم. انا بيك نورت الدنيا يا شيف. اهلا بحضرتك. عامل لنا ايه بقى النهارده؟ النهارده الشيف جايب لنا خلطه سحريه لكل ست مصريه، لكل ست عايزه تعرف سر المخبوزات، سر البيكري. هيدي لنا النهارده الشيف وصفه سحريه من خلال هيعرفك عجينه، العجينه دي ممكن تشكلي منها 7 اصناف. الحاجات اللي انت بتشتريها عشان الفطار، عشان البريكفاست، وساعات بتبقى غالية وخارج الميزانية. الشيف هيعرفنا النهاردة قاعدة أساسية لعجينة، العجينة دي من خلالها ممكن تشكلي 7 أصناف انت بتشتريهم من برة وممكن يكونوا زيادة عليكي في الميزانية. أهلا وسهلا بحضرتك يا شيف. أهلا بيك يا فندم. عايزين بقى نشوف ايه الخلطة السحرية دي. حضرتك احنا عاوزين اول حاجة نبسط المخبوزات للناس كلها، تمام؟ فيعني ممكن ان احنا عاوزين نوضح لهم ان البيكري ده ممكن يبقى 3 عناصر بس، عبارة تمام. عن مقدار وعيار ثابت لكل العجائن وعجينة واحدة ممكن نعمل منها أي حاجة. يعني ده سر رقية حلوانية؟ لا، أنا بتدينا سر دلوقتي. أنا بحاول أقرب المسافة للجمهور، يعني لعل وعسى نقدر نخدم في أي حاجة يعني. تمام. فإحنا عاوزين نعمل عيار ثابت، أنا عامل الموضوع دوت عيار ثابت لأي عجينة. طب قول لنا بقى العيار عبارة عن إيه؟ العيار عبارة عن كيلو دقيق، 100 جرام سكر، 10 كيلو دقيق، 100 جرام. نقول بقى المشاهدين في الكاميرا كده عشان هم دلوقتي سامعين. يلا كل ست مصريه تمسك الورقه والقلم، اكتبوا الوصفه بسرعه لان دي وصفه سحريه، وعلى فكره دي سر من اسرار كل الحلوانيه. اه محدش يعرف. انا ممكن من الناس اللي الوصفه مكتوبه. طب جميل جدا. عباره عن بص حضرتك، يمكن حضراتكم شايفين اهو عجينه واحده ممكن اعمل منها اي حاجه. ادي عندك، شوفي مثلا ادي ايه، ادي شكل للدنس. طيب احنا بس نقول المقادير للمشاهدين. 1 كيلو دقيق، 1 كيلو دقيق، 100 جرام سكر، 10 جرام خميرة، 50 جرام ملح، 10 جرام محصن. حتى لو تاخدوا بال حضراتكم يعني الامور سهلة جدا، 1 100 و10 10 10 تمام. هم هيكتبوه بقى عشان ما ينسوش. دي اي حاجة عايزين الناس تعملها، مثلا عاوزة تعمل عيش، عاوزة أيوة تعمل تمام. ابل باي، عاوزة تعمل طشر يعني بلح. المقادير دي تعمل عيش، اي حاجه، تعمل ابل أي حاجة. باي، اي حاجه، تعمل ايه كمان، اي حاجه عاوزه تعمليها في المخبوزات. فعلا ده اسمه عيار ثابت لكل العجائن. ممتاز. اختصرنا كل ممتاز. الامور بحيث ان احنا يعني ممكن احنا في ظرف حوالي اسبوعين اي حد عاوز يتعلم البيكري ده يبقى سهل جدا بالنسبه له. طب ممتاز مش جدا. محتاج كل المواضيع دي. يعني مثلا حضرتك شفتي ادي شكل للدنس، يعني دي حضرتك دلوقتي خلطت المكونات دي مع بعض. دي عجينه واحده بس، كمان الوقت حضرتك ممكن ما يسعناش وانت فاهمه التسويه، فانا جهزتها. اجهزتها ازاي بقى، عرفني. يعني خلطنا المكونات اللي كانت على الشاشه. ما انا قلت لحضرتك في الاول خلطناها. عجينه مقدار واحد. احنا قلنا المقادير، هنعمل فيها ايه بقى المقادير دي؟ ده لوقت ثابت اللي هو مثلا من 15 الى 20 دقيقه. يعني هنخلطها مع بعض ونسيبها تخمر من 15 ل 20 دقيقه. لا تتضرب بقى، بتتضرب في الايدين. تمام. من 15 ل 20 دقيقه. تمام. 10 15 دقيقه كده. تمام. وفي نفس الوقت يعني دي ملمه كل البيكري. طب حلو جدا. احنا ضربناها من 15 ل 20 دقيقه، وبعد كده حضرتك جبت النشابه بس وفردتها. يعني مثلا حضرتك هتشوفي اهوت، ادي مثلا وقطعناها يا جماعه مربعات. انا أيوة. بس عايزه المشاهدات، اصل انا ست وبحب التفاصيل. وادي دنس اهوت. الله. وممكن تمام. يعمل له شكل اهوت. احنا ممتاز. شغالين مثلا عندي فطيره تفاح اهوت، نعمل لها شكل صغير تاني اللي هو الابل باي اللي حضرتكم بتتكلموا عليه. الابل باي. ابني بيعشقها مثلا اهوت كده اهوت. تمام جميل. وحط الخلطه بتاعته وقفله. نفس الحاجات دي هطلع لحضرتك منها الباتيه بالجبنه كمان. تمام. شويه. تمام. اهو وبقى شكل ظريف جدا. دي ممكن نعمل منها
يعني مثلا اي شكل في عندك النجمه اهي باختصار شديد جدا. وممكن تعملي اشكال تانية يعني مثلا ايه اهو شوف حضرتك شكل اهو ممتاز. انا اي حاجه على فكره انا ممكن نرسم كمان في العجين. نرسم في عندك حاجات في البريوش والحاجات كل ده عجين ثابت ممكن تضيفي حاجه صغيره زي بيض زي يعني كلها اضافات اضافات بسيطه جدا ممتاز. يعني مثلا عندك ده السينابون هعمله لحضرتك على ما تيجي. طيب نفس العجينه برضو ايوه اهي هياخد الكاستر بتاعها. ده كاستر كريم باستري. اوكي كريم باستري اوكي وتاخد معاها شويه القرفه حاجه سهله جدا مش محتاجه اي حاجه. وممكن لو حد عاوز يعمل اي مشروع صغير يعمل اي حاجه. ايوه يا جماعه يعني نساعد الناس لنا حاجه حلوه جدا. سيدات كتيره جدا بعتوا لي ان هم يا اما انفصلوا عن ازواجهم يا اما ارامل ومش عارفين يعملوا ايه مش يعني مش ما عندهمش مهنه يشتغلوها. الشيف تبرع حضراتكم تتواصلوا معايا وانا هوصلكم للشيف. الشيف تبرع بانه هيديكوا كورس مجانا يعني اي سيده او اي رجل بيدور على حرفه حلال حرفه تجيب له فلوس حلال من حضرتك تواصل معانا وان شاء الله باذن الله الشيف هيدي لكم كورس مجانا وهيخليكم احسن حلوانيه. بص حضرتك ادي الابل باي اهوت مثلا وكمان شويه هتشوفيهم هنسيبه يخمر. تمام وعندك ده السينابون رول ما فخدش اي دقايق. نفس العجينه دي كمان هنعمل منها كرواسون وباتيه. الجبنه عندي اهي ممتاز. الجبنه مش الجبنه اهي مثلا حضرتك ممتاز يا شيف هنحشيها جبنه اهي اهي نفس العجينه ممتاز اهوت حضرتك كده اهوت. وطبعا تقدري تشكلي في كل حاجه وتعملي طشر قرفه وطشر فواكه وطشر بلح يعني بغير الحاجات الحشو على حسب ما بغير الحشو بعمل اللي انا عايزاه والتيست اللي ولادي أيوة بيحبوه أيوة. اللي انا بحبه. فالفكره كلها احنا بنعمل بنسهل الامور للناس بنعمل حاجه ثابته لكل حاجه. حاجه ثابته يعني وقت واحد للعجين من 15 ل 20 دقيقه عيار ثابت لاي عجينه حضرتك تعمليها بغض النظر عن الاضافات. الحاجات الثانيه بتبقى اضافات يعني مثلا يعني في ثوابت عندي التسويه من 15 ل 20 دقيقة. ايوه درجه حراره كمان واحده من 180 ل 200. احنا حبينا نوصل للناس ازاي نعمل حاجه بسيطه وسهله والناس كلها تستفيد منها وعرفناها بشكل عام. هنرجع لكم بعد الفاصل ونشوف الحاجات الحلوه دي بعد ما تستوي في الفرن.